نحن في ساعة سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وعسه المقام أبو فراج المولد. حضرتك الناس بتيجي محبة في سيدي أحمد البدوي عشان هو القطب النبوي العلوي الشريف. سيدي أحمد البدوي أبو فراج اللي هو حضرتك الناس دي كلها بتيجي محبة فيه ومحبة في آل بيت رسول الله. الناس كلها المنوفية الشرقية الغربية بيجوا من أقصى الصعيد لسيدي أحمد البدوي حبا فيه عشان هو كان عابد صامد لله سبحانه وتعالى وكان ساكن الصعدة رضي الله عنه وأرضاه. قال لي سيدي عبد العالي: يا عبد العال أطعم الجوعان واكسر العريان وصلي بالليل والناس نيام. وصل خليفة بتاعه سيدي عبد العال اللي هو رضي الله عنه عشان وصلي بالليل والناس نيام. هو سيدي أحمد البدوي القطب النبوي رضي الله عنه وأرضاه. سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه. والناس دي كلها جاية محبة فيه وجايه محبه في حب آل بيت رسول الله لان الشعب المصري يحب آل بيت رسول الله اكثر حب. هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سيدي ابراهيم الدسوقي وسيدي احمد البدوي رضي الله عنهم وارضاهم.